مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية في هذا الصباح، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثاني والعشرون الخاص للبكار الحقايق من مسافة 3 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المدفعة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية ومع أول الأسماء، ننطلق مع فراعة بشعار محمد بن سعيد بن محمد البري، يتقدم مع فراعة على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز هنا دهشة بشعار سالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ البري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أرى القادمة والمنطلقة نوف عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، ورابع المراكز رابع المراكز من الجانب الآخر تتقدم وتنطلق من الجانب الآخر. هناك شذرة بشعر عبد العزيز بن فرام بن علي بن حمد البري، يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة غزالة علي بن عبد الله بن سيف آل سفران البري. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وعود مع البداية أول الأسماء فراعة محمد بن سعيد بن محمد الصياح المري، ينطلق مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني الأسماء نوف عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، يتقدم مع نوف على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادمة قزالة علي بن عبد الله بن سيف آل سفران المري، ورابع المراكز بن حفيظ يتقدم مع رابع المراكز، يقدم لنا أيضا الاسم القادم والمنطلق على رابع المراكز دهشة سالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. وخامس المراكز القادمة ميهولة علي بن محمد بن جر الله بن بخيت النابتي مع خامس المراكز وخامس الشعارات، ولكن البداية المقدمة نوف على البداية. تنطلق نوف بشعار عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، يقدم لنا نوف ثاني الأسماء بن سفران، يقدم لنا بن سفران غزالة مع ثاني الأسماء علي بن عبد الله بن سيف سفران البري. وثالث المراكز القادمة تصميم صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت، ورابع المراكز بن عمارة مع رابع المراكز ورابع التحديات، ينطلق مع شدا راشد بن طالب بن علي جربوعي البري. وخامس المراكز الله هي القادمة شعار راشد بن بطل زعبي، يقدم لنا رمش مع خامس المراكز راشد بن بطل زعبي. ولكن البداية والمقدمة نوف، نوف على البداية. تنطلق نوف بشعار عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، وثاني الأسماء وثاني الشعارات غزالة علي بن عبد الله بن سيف آل سفران المري، وأيضا تصميم صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل وبن عمارة قادم، ينطلق مع شدة مع ثالث الأسماء. ولكن أعود مع البداية نوف قادمة، نوف مع أول الأسماء. تنطلق بشعر عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، وثاني الأسماء تصميم، وأيضا مجرة من أتتنا في الأمتار الأخيرة مجرة بشعر علي بن عبد الله الزعبي، ينطلق مع مجرة ونوف اللحظات الأخيرة. الله الله نوف مجرة نوف اللحظات الأخيرة، نوف مجرة ونوف. وهنا أيضا تهانينا والناموس، هنا دخول جماعي ما بين مجرة وما بين نوف. كانت هناك نوف بشعار بن بخيت عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، وكانت هناك مجرة بشعار علي بن عبد الله الزعبي. وثالث المراكز تصميم بشعار صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت، ورابع المراكز شدة بشعار راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري، وخامس المراكز
خامس المراكز كانت هناك غزالة بشعر علي بن عبد الله بن سيف الصخرة المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية حتى خط النهاية. كان هناك التنافس ما بين نوف وما بين مجرة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك نوف عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري على فوز نوف وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني 4:31:10 ثاني الأسماء من آتتنا مجرة في الأمتار الأخيرة والأمتار الخطيرة. كانت هناك مجرة مع ثاني الأسماء، كانت هناك مجرة مع ثاني الأسماء بشعار علي بن عبد الله بن راشد الزعبي 4:31:14 و14 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن عبد الله الزعبي. وثالث المراكز كانت هناك مع ثالث الأسماء تصميم بشعار صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل. التوقيت الزمني 4:32:14 جزءا من الثانية. فتهانينا والناموس للجميع.